بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد معاكم النهارده من قناه حبايب نوره. فيديو جديد معاكم النهارده، هنعمل معاكم اللوبيا، وهنعمل كده فطار خفيف معاكم برضو زي كل يوم. فنصلي كده على النبي ونبدأ مع بعض كده. اول حاجه كده حطينا اللوبيا في ميه تغلي عشان نسلقها، وهنا عندنا لحمه هنسلقها برضو، وجبنا برضو كنافه، هنعملها كنافه برضو هنطحنها في الكب برضو عشان ايه تبقى ناعمه. هنحط حبه بحبه كده، هي دي كبه الخلاط، ماشي، كبه اللي هي الكبيره، كبه الخلاط. فهنطحنها ايه شويه بشويه كده زي ما انتوا شايفين معايا كده، هنطحنها ونعملها بطريقه جميله قوي هتعجبكم. انا عملتها قبل كده معاكم، بس قلت برده اجربها اوريها لكم تاني برده لو حد حب يعملها كده. طحنا كميه اهي، وجبنا سمنه دهنا بيها الصينيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقمنا ايه حطينا اهي، فحطينا سمنة ده نص كيلو نص كيلو كنافة، هنفركها كده بنص كوباية سكر بودرة وكوباية سمنة، كوباية ونص سمنة على زيت. هنفركها كده يا جماعة اهو لغاية ما السمنة تشرب في الكنافة وتبقى كلها متغلفة بيها، وهنرش عليها فانيليا عشان يبقى لها طعم حلو. احنا هنعملها بمكسرات، ما نعملهاش بمهلبية. هنحط كده الكنافه كده في اول طبقه، وهنحط عليها المكسرات، وهنقوم حاطين عليها ايه الطبقه الثانيه. لو انتوا شايفين كده يا جماعه، اول طبقه هنحطها نملي كده الارضيه كده كده بطريقه حلوه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. زي ما انتوا شايفين كده اهو، فلازم الطبقه الاولانيه تبقى يعني سميكه شويه عشان ما تحرقش من تحت وتبقى ماسكه نفسها كده. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه اهو، هنملي الارضيه كده بطريقه تكون كويسه. ممكن يا جماعه تجيبوا الكنافه مبشوره من عند متقطعه، يعني من عند بتاع المطحن بتاع الكنافه جاهزه احسن برضو، بس احنا ايه اللي بنحبها شايفينها كده لسه طازه، ونعملها عشان نضمن ان هي يعني ايه مطحونه في حاجه نظيفه يعني. وكده اهو بنتقل عليها بنقل كلها كل الجوانب اهي، وهنضغط عليها، وهنحط طبعا المكسرات في النص. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه اهو، هنجيب بقى المكسرات جوز هند على فول على زبيب، وهنحطها ايه في النص كده. بنقلبهم على بعض عشان كل كل حاجه موجوده في الطبقه. انتوا شايفين كده اهو، هنوزعها بشكل متساوي كده. لغايه ما يبقى كل حته فيها مكسرات بالطريقه دي يا جماعه اهو. هنملى كل الحشو كده، ممكن تحشيها انت مكسرات، ممكن تحشوها تمر، ممكن تعملوها بالمهلبيه، المتاح عندكم اعملوه. انا عملته النهارده بالمكسرات كده. تمام، هي الطبقه كده خلاص. هنحط عليها بقى ايه الطبقه الثانيه. اسهل كنافه يا جماعه، ممكن تعملوها بتبقى مقرمشه وطعمها والله جميل قوي. بس ما تزودوش بس السكر البودره شويه عشان ما تبقاش طعمها مسكر قوي، لان بتتقشر بتاع عادي برضو. انتوا شايفين كده اهو، وطبعا هي بتبقى سخنة والشربات بارد. كنافة معروفة ان هي الشربات بارد والكنافة بتبقى سخنة اهي كده يا جماعة اهي. وهنضغط عليها كويس ونكمل الطبقة. اهم حاجة تكون انتوا كل جنب مفيش فيه حشو باين منه عشان الحشو ما يتحرقش وما يطلعش بره برضو. جبنا صينية تانية وضغطنا عليها اهو عشان ايه كلها تسويه واحده. زي ما انتوا شايفين كده اهو، اللهم صل على سيدنا محمد كده. تمام، هنسقيها بقى وشها سمنه خفيف وهندخلها الفرن، ويبقى كده صينيه الكنافه كده خلصت. كده تمام،
احلى صينيه كنافه يا جماعه ممكن تاكلوها، عمايل ايديكم، حاجه نظيفه، حاجه ما تجيبهاش من بره مش مضمونه ايه اللي عامل فيها ولا مين اللي عاملها ولا مين اللي مسويها، حاجه عمايل ايديكم انضف من بره كده يا جماعه. وسقناها سمنه بقيه الكوبايه برضو، يعني ما زودناش من بقيه الكوبايه اللي احنا عملناها، يعني في كل الجوانب هنحطها اهي عشان ايه تطلع محمره. وكده خلاص، طريقة جميلة وسهلة ومفيش فيها أي تعب ولا أي مجهود، يا دوب السمنة بتغلي فيها الكنافة بتغلي فيها بالسمنة وحبة السكر البودرة، تعملي طبقتين وبينهم حبة مكسرات وتحط عليهم سمنة وتدخلها الفرن، يبقى كده كنافة، أحلى صينية كنافة ممكن تاكلوها وتخلص بسرعة، وطريقتها سهلة وجميلة. هنخلص كده بالكنافه هندخلها الفرن، وهنعمل بعد كده ايه الرقاق الناشف اللي احنا بنعمله كل مره، بس المره دي احنا زودنا الرقاق شويه، جبت الكميه الاكبر ده 3 4 كيلو او يعني اقل من كيلو بشويه، وهنحشي برده نفس الحشوه اهي اللي هي العصاج الحلو اللي هو فيه بصل وفلفله وتوم ولحمه مفرومه وطماطميه كده مكعبات، ونحط عليها برده ايه الجبنه ده الحشو في النص. هنجيب حته سمنه هنا دينا من نق بندينا في صينيه، صينيه تكون مربعه لان الجلاش مربع زي ما انتوا شايفين كده، هنوزعها في كل الجوانب. سيبنا كده كويس من تحت اهي عشان لما تتحمر من تحت يبقى لونها حلو. وهنجيب الجلاش وهنسقيه جزء جزء، يعني هنجيب رواية ونسقيها بالشوربة السخنة، هي شوربة عندنا، وهنحطها في الصينية. هنملي بقى الطبقات اهو، هنحط 5 أو 7 تحت حسب الكمية اللي عندكم، المهم يكون ميكونش فيه فراغات، نسويها كده مربع اهو، وبين الطبقة والطبقة هنسقيها شوية شوربة. هنعيد المرة دي كده برضو كذا مرة كده زي ما انتوا شايفين، ايوه كده نسيها. وهنحطها احلى حاجة يا جماعة الرقاق برضو، احلى حاجة في رمضان الرقاق والله. اي نعم ممكن تعمليه بعد رمضان، بس في رمضان اللي طعم جامد طعم جميل اللي طعم كده حلو نكهته بتبقى حلوة على الفطار، يعني من نوع من المقبلات اللي بحطها جنب جنب الفطار كده، حاجة طعمها كده جميل. يعني اللي اخترع الرواق ده يعني ربنا يصلح حاله بقى، حاجة حلوة جميلة قوي يا جماعة، تاكلي الخرطة كده جميلة. ادي كده الطبقات بقى هنخلصها اهو لغاية ما نوصل للنص، وهنحط ايه طبقة اللحمة زي ما شايفين كده يا جماعة، وهنحط عليها شوية جبنة، اي جبنة بقى عندك بقى موتزاريلا رومي على شيدر اي جبنة متوفرة، المهم بقيتي تحط الجبنة تديها طعم حلو، هي بس الجبنة كانت متلجة فمش عارفين نطلع منها، بس هنكسر منها وهنعرف نحط زي ما انتوا شايفين كده، نوزعها في كل علشان كل قطعة يبقى عليها ايه جبنة كده. خلاص رصينا كل الطبقات اهو، وصلنا للطبقة التانية زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة اهو، هنحط بقى بقية الطبقات ويبقى كده برضو خلصنا من الجلاش، وهندخل الفرن وكده خلاص. انا بقى هطبخ برضو لوبيا وهعمل صينية بطاطس جنب اللحمة الشوربة، بس اللوبيا انا عملتها معاكم كذا مره يا جماعه، وعملت معاكم البطاطس اكيد انتوا شاطرين وعارفين كل الطرق، بس انا حبيت اكتر اتنين حبيت ان انا اشارك معاكم فيهم الجلاش والكنافه، احلى حاجتين بتميزوا في رمضان، فحبيت النهارده اشارك بموضوع الكنافه اهي طلعت السفرة وجميله قوي يا جماعه، وهنسقيها شربات زي ما انتوا شايفين كده، حاولي يعني ايه كويس كل ما تشرب تعوز عشان ايه ما تبقاش ناشفه. وكده الكنافه خلصنا منها، بس
لانها خلصنا منها كده خلاص. ودي سفرتنا النهارده يا جماعه معاكم. عملت جلاش، عملت بطاطس بطماطم، عملت سلطه بطاطس، عملت لوبيا، عملت شوربه رز، عملت الحلو كنافه، وعملت جنبه كركديه. وده فطرنا يا جماعه، وحاجه كده خفيفه معاكم، حاجه جميله. هنا كانت اختي معزومه عندنا، فبوريكم انا حطينا ايه هنا وحطينا ايه هنا. والله يا جماعه اغلب الاكل يعني محدش اكله، الحمد لله كان بزياده. وهنا كان مدفع ضرب. هو اقول لكم يا جماعه صوما هنيئا وافطارا شهيا، وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وادعوا لي يا جماعه ما تنسوش بالدعاء. السلام عليكم.